بسماركيا نوبلس، نخلة من جنوب مدغشقر، بس هي دلوقتي بتتزرع حوالين العالم. زرع نخلة حلوة جدا وعملاقة، تتميز ان هي الحتة دي ما فيهاش شوك مش زي الواشنطونية، وورقها اكبر كبير جدا. ادي ايديا ورقها عملاق، واللي في النص ده اسمه السبير. هي بتكبر قدم كل سنة مثلا، او ثلاثة قدم، من قدم لثلاثة قدم في كل سنة. ورقها عملاق، وديت فيها انثى وذكر، لازم الاثنين عشان تعملوا بذور، وبذورها كده عاملة زي كور الجولف بس سودا، لونها اسود. تتزرع في تربة رملية وتكبر. بسماركيا نوبلس.